لا وقفي، هاتي أنا بساعدك. ديري بالك. مشان الله قوموا روحوا معنا. خليني شيل عني. لا ما في داعي. عذبناكي معنا. شو هالحكي، عذبكن راحة. شو رأيك اختي فاطمة؟ أنا وسلمى رايحين نتمشى هون شوي. كريم قال أنتو كمان ما شفتوا المنطقة. عم قول لو تجوا معنا، شو رأيك؟ لا ما فينا نروح. قصدي أنا ما فيني، إذا أنت حابب روح معنا. أنا قلت لهم إنه ما فينا نروح معهم. والله كتير حبيت روحوا معنا، مشان إذا شافنا حدا ما يفهمنا غلط، وخاصة خالتي إذا شافتني. لو توافقوا تروحوا معنا أنا بكون كتير مطمنة. إذا شافنا أي حدا وقتها بحسن قلو إنكن رفقاتي وعم اتفتل أنا وياكم. ما رح نطول كتير، يعني شغلة ساعة ودغري بنرجع. شو قلتوا؟ والله ما بعرف. يلا فاطمة. ماشي. إيه هيك ها؟ حلو، نشرب كاسة الشاي ودغري بنقوم على المركب. ماشي. معقول نتركه لحاله من أول يوم ميسر؟ وشو بده يصير له يعني؟ طيب خليني استنى. معقول تستناه هون؟ بعدين حاجة تنقفق راسي طول الطريق؟ بكفي اللي فيني، ماني ناقصتك؟ تعا خلينا نشرب شاي بشي محل. أنا وياكي؟ طيب خلينا نروح على مطرح قريب من هون ميسر. صهري، انت امبارح قلت لي على شغله كتير حساسه، رجع فكر. ما في داعي تتاثر من الشركه. يعني ما بدي اعطي لعثمان حقه بالشركه. لا لا لا، انا ما هيك قصدت، بس انا عندي حل بيناسب الكل. منسجل حصه المرحوم رفعت باسمي انا بالوقت الحالي، وبنهايه السنه بعطي لعثمان تعويض عن حصته. لا ما بيصير، خلي الحصص تتوزع على اساس الوصيه، وبعد هيك اذا عثمان حب يبيعك حصته هو حر. بدي ألفت انتباهك على شغلة مهمة. ما تنسى أنه تصرفات عثمان بالفترة الأخيرة ما بتطمن منوب. تصرفاته طايشة وما أنا مسؤولة. هيك عم يتصرف وما له أسهم بالشركة. إذا صار شريك ما رح تقوى شوكته أكتر؟ هذا نصيبه، شو بدنا نساوي؟ ليك عثمان مانو مثل أبوه، ما بيشبهه للمرحوم أبدا. مثل ما بتعرف المرحوم رفعت كان له تم يأكل ما له تم يحكي. شوف، أنا بحياتي ما أكلت حق حدا أبدا. أنا ما قصدت هيك يا صهري، مو هذا قصدي. قصدي انه عثمان رح يستفيد كتير من هالشي، لهيك ما لازم تخليه يصير صاحب كلمة هون بالشركة لحتى ما يوجع لك راسك كل شوي والتانية. ايه ايه بس ما تنسى عثمان ابن اخي. لك يا عيني لا تحكي لي بالعواطف هلأ، خلي لي اياها على جنب لانه بكرة رح تندم صدقني. طيب خلينا نقوي مركز سليم بالشركة، ممكن يصير له اسهم هو كمان بالشركة، وهيك في يكون شريك. رح اتنازل لسليم عن حصتي بالشركة، وبهيك أسهمه راح تصير أكتر من عثمان. ممكن بهاي الطريقة نحجمه لعثمان شوي. ممكن هيك. أي أصلاً بعد ما يتزوج مرام هي كمان راح يكون لها حصة من أبوها بالشركة هون، يعني راح يكون الكل بالكل. المفروض تحسب حساب كل شيء. الأمر إلك سيد عثمان. شكراً لك. ليكن من هلأ بلشوا اجتماعات أبصر على مين عم يتفقوا. سليم لا تترك عثمان، خليك معه. أصحك تجيب له أي سيرة، بس الروق ورتب هالأمور بنحكي بكل شيء. طيب ماشي، لا تاكل هم. اللي صار ما كان متوقع، وهو عم يموت وبآخر نفس كان عم يقول رشات رشدان. أخي هاي سليم، شلونك؟ منيح، كيفك؟ منيح. ما كان لازم تيجي اليوم. معقولة تجي وما اجي؟ والله أنا اجيت بس كرمال أبي. طبعا ما بصير تزعله لرشات رشدان، الزلمة مريح الكل هون. تشرب قهوة؟ لا مو جعبالي، تركنا هلأ من القهوة واسمع شو بدي أقلك. باعتباري وريثه لرفعت رشدان بظن إنه صار إلي حصة بالشركة. ايه مزبوط، لهيك انا بدي بلش شغل وبشكل كتير جدي.
إذا أنت هيك حابب ليش لا؟ مو غلط. وأول إجراء بدي أتخذه رح حين مراد هون. شو؟ ما كنت حابب تشتغل؟ ليك هي أحلى شغلة. إيه بس أنا شو رأيك؟ حلو كتير. ليك الواحد لما بيكون مدير شغلة غير شكل. إيه بس مو لازم ناخذ رأيه لعمو رشاد بالأول؟ لا، عمو رشاد ما رح يعارض، بعدين هو بيحب إنه نحن الثلاثة نكون دائما مع بعض، ما هيك؟ إيه مزبوط. مبروك عليك. عن جد عم تحكوا؟ وجد الجد كمان، أنا من هون ورايح رح كون كتير جدي. أنا رح فرجيكم على القلعة. بتتعبوا شوي بس بتنبسطوا كتير. في كافيتريات هون، إذا تعبنا بنشرب لنا شي وبناكل إذا جعنا. والله فكرة كتير حلوة. شو رأيك كريم؟ أنت دليلنا اليوم، خدنا وين ما بدك. منيح إنه إجيتي معي فاطمة، شكراً إليك. يلا غيرنا جو اليوم. طلع شايف هديك المركب الواقفة هنيك كريم؟ مرة طلعنا لك عليها لنصطاد، اصطدنا لك كل سمكات البحر. كل أصحاب المراكب تركوا شغلهم والتموا علينا. أبي عصب عليهم وكان بنص المركب وبلش يقول لهم روحوا من هون روحوا من هون وطردهم كلهم. شو هاد اللي هنيك؟ بسموها صخرة الغشم. وين كنتي عايشة قبل ما تجي لهون؟ البحر بأزمير. أنا من أزمير. مبين هالشي من جمالك. وأنتي؟ أنا من هون، قصدي خلقت هون. عائلتي كل واحد من مكان. أبي مات وأنا وصغيرة وبعده ماتت أمي. العمر إليك. تسلم. ضليت عند خالتي ومن يوميتها عايشة عندها. بيتنا قريب، بقايلك زايدة هون. أنا ما بعرف ولا مطرح باسطنبول. بكرة بتعرفيها. أزمير مدينة حلوة كتير. ليش انتقلتوا على اسطنبول؟ بعد ما تزوجنا كريم حب يعيش هون. عملتوا زينة العقل وإلا ما كنا تعرفنا عليكم. شو رأيكم نقعد هون؟ لا أخي ما لنا تعبانين. طيب يلا هلأ بدي أشوف همتكم، في كتير أماكن لسه ما شفتوها ووقتنا ضيق. امشوا. ليش هيك عرقان؟ يلا شلح وعيك بسرعة. ها؟ حممه كمان، تعبان بيكون، ولبسه ونيمه. يلا طيب ماشي، هلأ بحممه. اطمني.